هاي يا حلوين، كيفنا اليوم؟ والله وعيتي الصبح وشربت النسكافيه تبعيتي وخلصت، وانا قاعدة عم بشرب النسكافيه بيسألني مثل العادة ابني: ماما شو طابخة؟ قلت له مجدرة. قال لي: ماما بليز فيك تعمليها مجدرة. هلا المجدرة عنا بلبنان هي المجدرة المصفاية، المدردرة هي اللي مفلفلة مع الرز والبصل وبلا بلا. هلا دايما بس قل له مجدرة بيقول لي مدردرة، بعمل له المدردرة، ما لي قلب بقى. هلا شو الحل؟ انا جاي عبال المجدرة المصفاية وجوزي جاي عباله. الحل يا حلوين، قررت هالمرة صفصف طناجي، كل واحد شو جاي عباله، حتى انا بالضبط جاي عبالي شوربت العدس، لانه الطقس شتي. رح اقسم مدردرة مجدرة وشربت العدس، وهيدا هو الحل، وهيك برد الكل. هون اول حي يتفاجأ، قال لي: خلص اخر شي ماما اعمليها. بقى هيك حالتنا كل يوم بالطبخ. وهيك خلصوا ثلاث طبخات، هاي المجدرة المصفاية، هاي شربت العدس، وهيدي المدردرة، وفي ناس بتقلها مجدرة، مع السلطة، البصل، كبيس، مكدوس، وإذا عندكم نعنع وكل محتويات الكبيس طيبين معه. بقى شو رأيكم؟ وهيك بكون رضيت الكل. مجدرة صفاية، شوربة، مدردرة، سلطة، الكبيس، البصل، وبدنا ندوق المجدرة المصفاية ياكلوها بخبزة. أنا كتير بحبها، وألف صحة.